انا بشكرك شكرا جزيلا يا كابتن شريف. معلش الحركه بتاعت طول الساعه بقت 10 ونص. انت عايز تقول حاجه؟ احنا اللي بنشكرك. لا بنشكرك. لا لا ببارك لك النهارده. الف مبروك وعقبال الماتش الجاي باذن الله واللي بعده واللي بعده. يوقفوا سيد عبد الحفيظ، ما يوقفوش سيد عبد الحفيظ، يعملوا اي حاجه عشان يخرجوك بره المسار اللي انت ماشي فيه. يعني يا ما دقت على راسك حاجه بيه. حاجه غريبه جدا الاحداث دي، تحسسك ان في احداث ومسك في خناق مش عارف بلال. احنا مالناش دعوه باي حاجه خالص، وانت اساسا مالكش دعوه. احنا طلعوا وعلقوا علينا وقعدوا يتكلموا، هم اللي هاجموا الناس، هم اللي هاجموا. سيد عفريز اكبر من كده يعني. تمام، بشكرك يا كابتن بلال، الف مبروك.